جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والحديث لا زال موصولا عن الشباب عبر رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية عمان، وباعثها المستمع سلطان زغلول. يسأل ويقول: هل يجوز للشاب أن يؤدي فريضة الحج قبل الزواج؟ جزاكم الله خيرا. هذه تفصيل. إذا كان الشاب يأمن على نفسه من الفتنة وعنده الاستطاعة للحج يقدم الحج، أما إذا كان العكس الشاب يخاف على نفسه من الفتنة إذا لم يتزوج فإنه يقدم الزواج على الحج.